العاصمة مراكش. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فير وخبر عنوانه الرجاء يواصل صدارة الترتيب عقب انتصاره على يوسفيت برشيد. وتغلب فريق الرجاء الرياضي على ضيفه يوسفيت برشيد بهدف 0 في المباراة اللي جمعته من أرضية ملعب بلدي لحساب جولة 16 من منافسات البطولة. وتمكن الرجاء من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 10 بعد جملة تكتيكية رائعة أنهاها بنجاح يوسف بن العمري في مرمى الضيوف عقب تمريرة حاسمة من نوفل الزرموني. وتوسطت الهجمات الرجاوية على مرمى اليوسفية بحثا على تعميق الكفة، وكانت أبرزها رأسية الزرموني اللي ارتطمت بالقائم وتسديدة يسري بوزوق اللي تصدى لها حارس الضيوف. وكانت أطوار الفصل الثاني مليئة بفرص تسجيل من الجانبين سواء من فريق الرجاء الباحث على الهدف الثاني أو يوسفيت برشيد اللي سأل تعديل الكفة. وتمكن فريق الرجاء من تسجيل الهدف الثاني في آخر أطوار المواجهة عبر البديل المهدي موهوب بعد استغلال الكرة المرتدة من الحارس أشرف هلالي، وانتهت المواجهة بانتصار النسور بهدف 0. وبذلك واصل فريق الرجاء تقاسم الصدارة رفقة الجيش الملكي ب 36 نقطة، مع علم أن الفريق الأخضر غيواجه الفريق الرباطي في كلاسيكو مرتقب بين الطرفين غيجرى الأحد المقبل الساعة 4 عصرا. بن إياد فخور بانضمامي لصفوف الرجاء وإصابتي كانت من الماضي وسأعود في باقي المباريات لمساعدة الفريق. وعبر الجزائري رياض بن إياد على افتخاره بانضمام الفريق الرجاء الرياضي وأكد تعافي من الإصابة وجاهزيته لمساعدة فريقه في باقي المباريات. وقال بن إياد في تصريح صحفي عقب فوز النص الخضر على يوسفيت برشيد، كنتمنى باش نشتغل أكثر على نفسي وكنأمل أنني نفوز مع الرجاء بالألقاب، وأنا فخور حيت غلاب صوف هذا الفريق. وتابع الحمد لله عدت من الإصابة بعد 9 أشهر وإصابتي أصبحت شيء من الماضي، إن شاء الله غنرجع في المباريات القادمة بشكل أقوى من أجل مساعدة فريقي. وأتم بن عياد حديثه بالقول الجماهير المغربية والجزائرية إخوة والكثير من اللاعبين الجزائريين برزوا في فريق الرجاء وكنتمنى باش نسعدهم جميعا. نجار مدرب يوسفيت برشيد لم نتدرب لمدة أسبوع والخسارة أمام الرجاء ليست نهاية العالم. وأكد الإطار الوطني عبد الرحيم نجار مدرب فريق يوسفيت برشيد أن فريقه ما تدربش لمدة أسبوع قبل مواجهة الرجاء الرياضي برسم جولة 16. وقال عبد الرحيم نجار في تصريح صحفي عقب نهاية اللقاء أول شيء ما تدربناش لمدة أسبوع قبل مواجهة الرجاء اللي خاد التربص التدريبي خارج المغرب ولعب مباريات كبيرة. وضاف الرجاء كيبقى فريق كبير، كنا باغيين نجريو الايقاع للخروج باقل الاضرار، الحمد لله انهزمنا بهدفين دون رد وهاد الخساره ماشي نهايه العالم. وتابع اللاعب كيبقى لاعب، كنقولوا ليه خاصك تدرب رغم عدم توصلك بمستحقاتك الماديه حيث القانون كيضمن لك الحقوق سواء هذا الموسم او عن طريق الجامعه. إشادة رجوية بزنباوا وإشكال يقلق الأنصار رغم انتصار على يوسفيت برشيد. وبعد ما نجح المدرب الألماني جوزيف زنباور في قيادة الرجاء لتحقيق انتصار على يوسفيت برشيد بهدف 0 أثناء جماهير الرجاء عليه وجمعوا من خلال تعليقاتهم في منصات التواصل الاجتماعي على عمله ودوره الكبير في تطور أسلوب لعب الفريق وتمكنه من بلوغ المرمى وخلق الخطورة بشكل واضح للخصم. وشدوا أنصار فريق الرجاء لأن لمسة المدرب زنباور وإضافته باتت واضحة جدا في الفريق، لكن إشكال إهدار العديد من الفرص السانحة للتسجيل كيبقى مقلق خاصة وأن المباراة القادمة أمام المنافس المباشر على صدارة البطولة الوطنية. من جهته قال زنباور في الندوة الصحفية عقب نهاية المباراة أنا سعيد للغاية حيت سجلنا هدفين في مباراة اليوم، حارس مرمى يوسفيت برشيد قدم مستوى عالي هو رجل اللقاء. وتابع الحارس المذكور أنقذ الكثير من الفرص السانحة لتسجيل فريقنا، لكن الأهم أننا سجلنا الثنائية وهو أمر كافي لتحقيق 3 نقاط. وفي حديثه على مواجهة الجيش الملكي قال زنباور نعم ما غتكونش مباراة سهلة لكن هذه هي المنافسة وكيتعين علينا كفريق السعي نحو الفوز وخاصنا نحسنوا من طريقة لعبنا، يمكن أننا نتذكروا الأهداف اللي سجلناها وكذلك التمريرات الحاسمة. كنظن أن يسري بوزوق والزرموني سجلوا 7 أهداف وقدموا 8 تمريرات حاسمة وهذا الأمر ما غيكونش سهل على المنافس اللي غيضرب لنا 1000 حساب كذلك. وأتم زنباور حديثه بالقول مواجهتنا أمام الجيش الملكي مهمة للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام وبالنسبة ليا فكنشوف أنها مباراة فقط من أجل النقاط 3 وخاصنا نركزوا عليها.
الرجاء يفعلها ويعقد شراكة مع الترجي التونسي لتبادل اللاعبين في الميركاتو. وأعلن فريق الرجاء الرياضي أمس الخميس على عقد شراكة مع الترجي الرياضي التونسي وسط الفريق الأخضر بالاغ كيهم تفاصيل عقد شراكته مع الفريق التونسي وجعل الشكل التالي. عقد نادي الرجاء الرياضي شراكة رياضية متقدمة مع نادي الترجي التونسي وهي الشراكة التي ستتجسد في عدة نقاط: تناقل الخبرات التقنية والتسييرية وتقوية آلية العمل الاحترافي في أكاديمية الناديين، تسطير برامج خاصة بالمعسكرات التدريبية لمختلف الفرق السنية للناديين، الانفتاح على تجربة كل طرف والاستفادة من الخبرات وتجارب التكوين في أكاديمية كل نادي، مما يساهم في الرفع من مستوى وجودة لاعبي الفئات السنية. ستستهدف هذه الشراكة أيضا الفريق الأول، وذلك عن طريق تفعيل نظام الإعارات وتبادل الأولوية فيما يتعلق بصفقات الانتقال. وهذه هي النقطة اللي أثارت إعجاب جماهير الرجاء الرياضي، بحيث غتمكن الفريق الأخضر من الاستفادة من لاعبي الترجي في كل ميركاتو. الرجاء الرياضي يطالب بمبدأ تكافؤ الفرص ويستفسر لماذا الرباط تستقبل جمهور الوداد ولا تستقبل جمهور الرجاء. وطالب فريق الرجاء الرياضي باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بخصوص تنقل الجماعي للجماهير، واستغرب الرجاء من حرمانه من جماهيره اللي كتشكل الدعم الأساسي ليه مقابل سماح الأندية فرق أخرى بالتنقل تجي أنديتها. وشدوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص ومنع جماهير باقي الأندية من التنقل ظل صعوبة توفير ملاعب كتجرى فيها المباريات بحضور جماهير الفريقين المنافسين. وأشار الرجاء أنه لا يعقل أنه يتمنع جمهوره من تنقل الرباط في مواجهة اتحاد توارقة ويتم السماح لجمهور الوداد بالحضور في الملعب نفسه في مواجهته أمام فريق الفتح الرباطي، وهو الدليل على أن الأصبع كتستخدم الكيل بمكيالين إذ كتفرض على الفريق الأخضر قرارات غريبة فيما كتسهل مع فرق أخرى كالغريم التقليدي والجيش الملكي. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فا، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديد إن شاء الله. إذا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.